الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطاهرين الغر الميامين. في فيديو أخ لشخص شيعي معروف، هذا هو مهرج، هو ما أكثرهم من المهرجين، اسمه مادي العلوي، هذا أو ما أعرف الله يعني مهداوي، على المهداوي يوصل. هذا الإنسان اتصل به رجل من ليبيا، طيب، فقال لهم هذا شمسي اتصل بي، لكن المشكلة الرجل الليبي عندما اتصل به قال له، هو يقول أنت شمسي، الليبي يقول أنا غير شمسي، قل أفتح الكاميرا، فهذا المهداوي ما قال أفتح الكاميرا، قال خلاص شمسي شمسي، فعندما أراد أن يتحداه ويرد عليه نزله، فلماذا لم تقل أفتح الكاميرا لكي تفضحها بأنه شمسي؟ لأنه عرف بأن والله لست أنا أصلا، الأخ ليبي تعرف اللهجة الليبية. طيب، لكن الآن المهرجين الشيعة، دعاة المهرجين يريدون أن يخترعوا بطولات، طيب، بطولات خيالية، فيقول لك نظرت شمسي، نعم، وفي بعد اللهجة يقول لك ليس كل الشيعة، بعض الشيعة بهائم يعبدون إيش؟ عمائم. طيب، فيصدقوه، والشخص يقول له يا اخي انا لست شمسي، وحتى ما ترك الشخص يرد عليه، قال شمسي شموسه، فهذا بالله كيف يتكلم مع مهرج مثل هذا الرجل؟ لا يكلم ما يستطيع ويكذب، فالرجل تحداك قال لك انا افتح الكاميرا وابلغ شمسي، لماذا تقول خلاص خلاص؟ لماذا لم تقبل التحدي لكي يفتح الكاميرا وتبين للناس تفضحني؟ لكن انت مهرج وتريد ان ترفع مستواك بذكر اسمي وتقول نظرت شمسي، انا فضحتك وانت مهرج اخي وكشفوه. تعرف انا حتى بعض الاخوه في الدول العربيه عندما تكلمون الشيعه ما تناظرهم خمس دقائق ست دقائق، لان الشيعي معروف، تقول له ما اسمك؟ يقول لك ابويا يسوق المرسيدس، معروف هذه. يقول لك الشيعه احسن، تعلمون الشيعه هم تعرف فين؟ عندهم قوه ومتانه في اي شيء، لا يجاوبون، معروفين ما يجاوب السؤال. فلاجل ذلك انا معي، تعال عندي في المباشر وابين لك. انا تحدي لكل شيعي، لماذا عقيده الشيعه غير واضحه في القران؟ غير واضحه. ياتوك ايش؟ بامامه عن ابراهيم، يقول لك علي، يا اخي هذه عن ابراهيم. اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم. هذه ايش؟ يقول لك اهل البيت، لكن الله قال فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول. فان تنازعتم من؟ اي انتم والولاة الامر، فنرجع الى الله والرسول. إذا كان ولي الأمر مؤمنين لماذا لا نرجع إليهم؟ فهمت هذا؟ رد عليهم، بارك الله فيكم. الشاهد الحمد لله، تعرف من يجيب عن أسئلة؟ لابد أبو عبد الله، كل سؤال يجيب عنه، لكن ماذا الجواب؟ عن شاينا. حياكم الله وحفظكم الله أيها الأحبة في الله، ولا نضيع أوقاتنا مع المهرجين. ليس أبو عبد الله، أبو عبد الله ليس مهرج، أبو المهرجين. أنا أبو المهرجين. هاي سنة بالقرآن، يلا هيا هنا سنة. هاي سنة، هي هذا سنة صحيح. هيا أخوة بالقرآن. عمري ما سمعت سنة بالقرآن. أنت ما فهمت شو ما أنا ما قلت السنة، أين تجد أهل البيت القرآن؟ موجودة. أذكر لهم الآية، أذكر لهم. أذكر لهم الآية. هيا. إنما يريد الله أن يذهب عنكم أهل البيت. هذه نصيحة. هاي شنو نصيحة؟ هاي من عندك جملة. جملة، هاي جملة كاملة آية. مع الاسف دلس، هذا تدليس. يرن اواي فروم مي از سون از اي جو. لا ماشي 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 عشان دخلت عقد تستفيد، تستفيد وتفيد ان شاء الله. انت ايش جول كيبا موتور بايك ما فهمت ايش؟ اه محمد ما شاء الله. السلام عليكم.